رفع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء الموقر للخطة الوطنية للقطاع العقاري الذي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر في الجلسة المنعقدة اليوم. بهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة بأننا ومن خلال طرح هذه الخطة الشاملة نعمل على تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى نحو مستقبل مشرق يعود بالخير والنماء والبناء والمسيرة الحضارية للوطن بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين الكرام وفتح آفاق تنموية أرحب لهم. ذكر معاليه بأن طرح خطة وطنية للقطاع العقاري كان من أولويات مهام مؤسسة التنظيم العقاري ومضيفا معاليه بأن الخطة سوف تمتد للسنوات الأربع القادمة وتحتوي على العديد من المبادرات والبرامج التي ستجعل المهن والأنشطة العقارية مرتكزة على تشريعات وإجراءات واضحة وشفافة وفي متناول المستثمر العقاري وأصحاب المهن العقارية. ستعمل على تعزيز التنمية لهذا القطاع وتضمن الاستدامة فيه ليؤدي دوره المناط به في استقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والخارجية ليسهم هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر في الناتج المحلي في الاقتصاد البحريني كأحد القطاعات الاقتصادية غير النفطية وليعمل بحسب الخطط والبرامج الاقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة الموقرة. موجها معاليه الإدارة التنفيذية نحو البدء الفوري في تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الوطنية للقطاع العقاري مع رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة. من جانبه رفع سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خالص شكره وعظيم امتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة سموه على الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 وعلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام ودعم سموه يحفظه الله. بهذه المناسبة أعلن سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن البدء باتخاذ الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور والمرتكزات والمبادرات التي تقوم عليها الخطة الوطنية حتى العام 2024، كما ثمن سعادته الدور المهم الذي قام به مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في متابعة الخطة وصولا إلى إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليها وإقرارها. أوضح سعادته بأن الخطة الوطنية تشتمل على العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة التي تسهم في توفير بيئة استثمارية عقارية مستدامة وتشجع على إنشاء مشاريع عقارية ذكية وصديقة للبيئة باستخدام أساليب تطوير حديثة بهدف تقليل استنزاف الموارد وحمايتها. اختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أنه من المؤمل من هذه الخطة أن يتم إطلاق حزمة إجراءات وخطط تحفيزية للمطورين العقاريين وذلك بما يعود بالنفع والنماء على هذا القطاع ولجعله نموذجا يحتذى به في الممارسات الاقتصادية العالمية.